اليوم رح اعمل سلطة وزينا بكبة محشية جبنة فيتا، ان شاء الله تعجبكم. عندي هون ربع كباية برغل ناعم غسلته وتركته 15 دقيقة تيرتاح، وعندي هون 100 جرام لحمة مدقوقة بقر، وعندي بصل صغيرة مبروشة، وعندي هون ملح وبهار، وعندي هون للحشوة فتة 70 جرام مع ملعقتين نعنع مقطع وملعقة زيت زيتون. رح بلش هلا حط البرغل وحط البصلة، بلش ادعكهم مي مسقعة، ادعكهم شي 5 دقايق تياخدوا بعضهم. هلا رح حط الملح وبهار، قد ما بدكم بتحطوا ملح وقد ما بدكم تحطوا بهار. البرغل صار منيح، رح زيد اللحمة، الدنة بتعكى تاخد بعضها منيح منيح. هلا صارت حاضرة الكبة، رح اتركها شوي ترتاح، بتركها تقريبا شي 10 دقايق، خليتهم 10 دقايق. إذا شدوا برخيهم بشوية مي، بناخد وحدة صغيرة هيك في إيدي بضربها، برجع بفتحها. حضرتها وحطيتها بالفريزر، طلعوا 25 وحدة، بس الكمية بتعمل 50 وحدة، بس للسلاد بنعوز 25 بس. هلا رح اقليهم. هلا قليتهم وراح احضرهم من شان السلاد، حط بقلب كل وحده جبنه فيتا مع نعنع وزيت. هلا من شان السلاد عندي هون 100 جرام سبيني صغار، وعندي 100 جرام روكا صغار، وعندي حبتين سكرين يعني مكسر صغير، وعندي 6 خيارات مقطعين، وعندي كباية رمان، وعندي 15 حبة بندورة مقطعين كل وحدة 2، وربع كباية كاجو، وربع كباية زيتون فقع، وعندي هون الكبة اللي حضرناها، وعندي هون نص كباية خل تفاح، ربع كباية زيت، ملعقة كبيرة موتات على عسل، وملح وبهار. حطيتهم كلهم وهلا رح اخلطهم. ألف صحة.